دابا هادشي اللي طاح هادشي اللي راه كله تابع ليك تابع ليك وداك البلاصه اخرى هذيك دار اخرى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنحيي الناس من هذا من المنزل ديالنا في المدينة العتيقة الرباط اللي زنق الطاجين اللي تسبب اللي طاح لنا البيت نص ديال تقريبا ديال الدار بسبب واحد الشركة اللي كترمم المدينة العتيقة بالرباط كتدخل كترمم هاد الديور القدام. سميت الشركة؟ مع فاليس. كانت حدانا واحد الدار ساكنين فيها شحال هادي واحد الناس دونك خرجات هما صافي حيدو حاولوا ريبوها يعني خاصهم يحيدوها هي هادي هي هادي ريبوها باش ريبوها لقيت اللي كانوا كيريبو بداو كيقيسوا السور ديالنا. جيت انا والاخ ديالي هضر معاهم قال لهم راه هادشي اللي كديروا راه كيأثر على الدار. دابا شي كلشي تابع لكم هذا ديالنا هادشي هو هذا دابا قبله راه كان في هاد البيت ها هي البيت ديالنا هو هذا الوغ باش دخلت الشركه ريبات هاد الدار اللي كانت حدانا دخلت هذاك التراكس سكير في هذاك التراكس قاص هذا الكوان ديال الحيط الوغ باش قاص هذاك الكوان ديال هذاك الحيط هذيك الساعه موراها بشي تقريبا بشي ثلاثه ديال السوايع خرج واحد الشق لتحت في الزليج وبدا واحد الشق في هذه البلاصه اجي تشوف واحد الشق في هذه البلاصه بدا في هذا كيولا كيبان لنا الضو ديال 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 الزنقه وهضرنا مع هذوك اللي مكلفين بالشركه قال لك لا راه هادشي راه ما داير والو حنا ما درنا فيه حتى حاجه صافي مورا ولات كل خطره حنا قلنا القايد حنا كنهضرنا مع الشركه في الاول بقى داك الشيء بشويه بشويه غادي وكيطلع الشق غادي وكيطلع الشق الاخ ديالي مشى عند القايد قالها ليه عمر الورقه وصيفطها لهم وهضر معاهم عاوتاني ما جاوش عندنا اصحاب الشركه عاوتاني طلع الاخ ديالي علم القايد وسميتو السلطات عاوتاني حتى هو هضر معاهم القايد في الاخر قال له سير باش مشى الخطره الثالثه ومع الرابعه قال له سير فين ها قال له تسير تبعهم في المحكمه العون القضائي سكير في ما بغاوش كاع يجيو لعندنا بقيت عاوتاني انا كنتشكى راه الخربه راه هذاك الدار اللي ريبت وحدنا راه كدير المشكل راه ولاو كيدخلوا عندنا الناس الحاشاك الناس اللي ما عندهمش في المأوى كيدخلوا كيديروا مشردين كيدخلوا كيديروا الطواليت ديالهم هنا ولينا كنتشكاو كنلقاو المشاكل والدار غادي وكتشق غادي وكتشق غادي وكتشق حتى البارح هادشي بدا تقريبا من قبل من الكونفيرمون تريبات الدار ريبوها قبل من الكونفيرمون وريبو موراها واحد الدار وحده اخرى وطلعوا لها الصور ديالها وقادوها راه كاينه هنا في زنق الطاجين وهذه اللي في الاول اللي ريبوها خلاوها صافي دونك خلاوها توقع اللي وقع الباح مع جوج ونص ديال الليل الاخ ديالي نوض الوالده كيسمع داك الحس ديال داك الشيء كيتفرشخ خرج هذاك البيت خرجها من تما الوالدة كانت هنا تحت كتنعس تحت من الطابلو والاخ ديالي فهاد القنت والشق كان عندنا في الدار التحتانية وطالع داكشي بدا كيطلع شوية بشوية صافي ويدي لها هذاك البيت اللي لهيه صافي يلا تكا السلطات جاو مع الثلاثة ديال الصباح انفو خبرناهم ثلاثة ونص حنا توقعتنا الحديثة مع الثلاثة الصباح ثلاثة ونص ديال الصباح كانوا هنا عاد جاو هذاك صحاب الشركة عاد ولاو كيتجاراو عاد ولاو دابا كيديروا هذا الكالج هادشي راه عاد دابا دخلوا تجا القايد والرئيس وجا هو اللي هضر معاهم باش جاو زربوا لنا على هادشي والدار الحمد لله انت كتشوف دائما حنا في السياسه ديال الترقيع دارنا صحيحه ما كاينش الصح عندنا ها هو الصح هاد البلاصه اللي ضربت لنا الشركه من اللي ضربت لنا دخل التراكس لهاد القنت وهي كتشق شويه بشويه 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 ها هو السقف شو كيداير ها هو باقي شاد الوغ هاد القنت اللي ضربوا لنا الشركه هما اللي خرجوا عندنا الحمد لله كنقول لك راه جوج ونص الصباح ما عرفتش كيفاش تنبأ الاخ ديالي كما كتشوفوا مشاهدينا الكرام ما عرفتش كيفاش تنبأ الاخ ديالي اللي خرج الوالده هما تحمل الكلمه بعدا انا فين كنبيت فين كنجلسوا فين كينعسوا الحمد لله في الله سبحانه وتعالى فيه كل شيء انه ما كانش خسائر في علاقه الارواح الحمد لله ربي دائما احنا في هذه السلطات السياسه ديال الترقيع هي الاصل عندهم اما السياسه الاستباقيه ما كايناش وكاين انا والوليدات ديالي ساكن عندي بيت ديجا هنا في فوق في السطح وانا والوليدات والمدام والاخ ديالي كيعيش هو والوالده في هاد الدار يعني مزيرين وكان المهم دابا السلطه شنو كتقول؟
دابا السلطات راه هما دابا عيطوا للشركه ما عرفتش بالضبط شنو الساعه شنو غادي يكون. هما راه كيلصقوا هذا الشيء واش غادي يصلحوا لنا ولا غادي يريبوها ولا كيرمموا حنا ما عندنا فين نمشيو. حنا كنقول لهم رمموا لنا المسائل ديالنا باقي الحمد لله صحاح، قدوا لنا هذه الخسائر ديالنا ويخلونا في محلنا ما عندنا فين نمشيو.